بالبداية اليوم صار عندنا توجيه لأصحاب المركبات اللي يتلاعبون بلوحات مركباتهم، يغير حرف أو يغير رقم بالمركبة بحيث أنه أو يشوه معالم المركبة. هذه طبعا تعتبر ليست فقط مخالفة مرورية وتسجل عليها غرامة، وإنما يعتبر موقف جنائي. فإحنا نشدد على أصحاب المركبات أنه يهتمون باللوحة، أنه تكون بصورة واضحة الأرقام، الصنف، المحافظة، وأيضا حرف المركبة. هذا الشيء جدا ضروري. مفارز مديرية المرور باشرت بالتجديد والمحاسبة على كل سائق مركبة يتلاعب بلوحة مركبته. سيادة مثل ما ذكرت هو يعتبر موقف جنائي، تحجز المركبة. نعم. وأيضا هل يتضمن هذا الشيء الاستيكرات اللي يخلوها على السيارات والتضليل وما إلى ذلك؟ أكيد طبعا. إحنا حتى التوجيه الآخر هو كان على التضليل. سابقا كانت المرآة الخلفية للمركبات مسموح بها، خاصة إحنا اللي تعرف عندنا أنه تجي بلادي السيارة هي مظللة بالجامة الخلفية أو المثلثات. حاليا التوجيه الجديد أيضا ممنوع، حتى من يجي يريد يسجل المركبة أي صاحب مركبة تكون الجامة الخلفية أو المثلثات أو الجامات الخلفية مظللة، يطلبون من عنده في مواقع التسجيل انه يغير الجامات حتى يقدر يسجلها داخل مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات، فهذه ايضا تعتبر مخالفه. بالنسبه للملصقات ايضا هذه الملصقات والرسوم والكتابات هذه كلها ايضا تعتبر مخالفه، وغرامتها هي 100,000 دينار عراقي. بس التجديد اليوم على اصحاب المركبات اللي يتلاعبون بلوحاتهم، هذه طبعا مثل ما ذكرت انه هي موقف جنائي تحجز على اثرها المركبه. ايضا هي يعني فد موضوع هو غير اخلاقي، انه انت لما تجي تتلاعب بحرف او ممكن انت توهم رجل المرور بحيث انه يسجل الرقم غلط، واحتمال هذه المخالفه راح تروح على شخص بريء ويتحمل هو الغرامه، فهذه ايضا تعتبر يعني موضوع غير اخلاقي. ونتمنى من جميع سائقي المركبات الالتزام بقواعد السير والمرور، وايضا احترام بقيه سائقي المركبات، وحفاظا اكيد على سلامتهم.